بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو الجديد سوف أشرح لكم كيف تقومون بعمل جيل بريك نسخة نظام الآيوس 8. فلقد تم طرح الجيل بريك من طرف نفس الفرقة الصينية التي قامت بطرح الجيل بريك الآيوس 7 بانجو. أولا نقوم بالدخول إلى موقع الرسمي bango.io. فكما تشاهدون أمامكم هذه هي واجهة الموقع. فالموقع لا يتوفر باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو أي لغة، فقط اللغة الصينية. فكما تشاهدون أمامكم فهو يتوفر فقط على نظام الويندوز وليس الماك أو لينكس. فكما تشاهدون في البرنامج يقوم بعمل جيل بريك لنسخة نظام الآيوس 8.0.8.0.1.8.0.2 و8.1 الأخيرة. فلتحميل البرنامج فما عليكم سوى الضغط على ويندوز هنا. فالأجهزة التي متوافق معها الجيل بريك هي آيبود تاتش الجيل الخامس، آيفون 4S، آيفون 5، 5C، 5S، آيفون 6 بلس، ايباد ميني، ايباد 2، ايباد 3، ايباد 4، ايباد اير اند ايباد 2، ايباد اير 2. لكن لدي خبر حزين نوعا ما، فلا انصحكم بعمل هذا الجيل بريك لانه لا يتوفر على سيديا. فبعد عمل لكم الجيل بريك فانتم لن تحصلون على سيديا في جهازكم. فهذا الجيل بريك فقط للمطورين، لذا لا أنصحكم بعمله. شاهدوا معي الفيديو. الآن بعد تحميل البرنامج نقوم بفتحه بشكل عادي على الويندوز، فهو لا يتوفر على الماك. فهذه هي وجهة البرنامج في البرنامج باللغة الصينية. ثم نقوم بربط الآيفون الخاص بنا مع الحاسوب عبر الكابل USB. فكما تشاهدون أمامكم لقد تعرف البرنامج على الآيفون الخاص بي. بعد ذلك نقوم بعمل نسخة احتياطي للآيفون الخاص بي لعدم حدوث الأخطاء. وثانيا قوموا بتعطيل الرمز السري أو تاتش اي دي على الآيفون الخاص بكم إذا كنتم تجربون آيفون 5S، آيفون 6 أو آيفون 6 بلس. بعد ذلك نقوم بالضغط على الخانة الزرقاء. فكما تشاهدون أمامكم لقد تشاهدون أن خانة التحميل بدأت تمتلئ تدريجيا، فلا تقلقوا فهذا عادي جدا. بعد ذلك أنا سأقوم بتسريع الفيديو، تابعوا معي. ثم على الآيفون تجدون Restore and Progress، أي بدأت عملية الريستور للآيفون الخاص بي. فلا تقلقوا فهذا عادي جدا، فلا تقوموا بنزع الآيفون الخاص بكم من على الآيفون من على الحاسوب. ثم بعد ذلك تظهر لك تفاحة الأبل، وبعد ذلك يقوم الآيفون بإعادة التشغيل عدة مرات، فهذا عادي جدا. فلا تقوم بنزع الكابل من على الايفون او على الحاسوب، وانتظروا لحين اكتمال خانة التحميل. بعد اكتمال خانة التحميل تظهر لنا الاعدادات بشكل عادي. بعد ذلك نقوم بعمل الاعدادات بشكل عادي، ثم نختار رمز السري للايفون الخاص بنا. فاذا كنتم تريدون قوموا به، اذا كنتم فيمكنكم تجاهل هذه المرحلة. بعد ذلك نقوم بالدخول الى الايفون. فكما تشاهدون امامكم الجهاز لا يتوفر على سيديا، فقط متجر 25 بي بي. بعد ذلك نقوم بفتح المتجر، فالمتجر باللغة الصينية كذلك، فهو لا يتوفر باللغة الانجليزية. فكما تشاهدون امامكم المتجر يتوفر على سيديا OpenSSH وكذلك ADVCMTS. نقوم بالدخول الى سيديا فتجدون كل شيء باللغة الصينية. لذا انا لا انصحكم بتحميل هذا الجيل بريك، فننتظر اسبوع او اسبوعين على الاكثر لصدور الجيل بريك الرسمي للايوس 8. فاذا اعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا بلايك شير وسبسكرايب، ودمتم في رعاية الله.